السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا حبيبي. كنت عايز أعرف بس يعني حكم حرب الشعر في الإسلام بس الجاهز يعني. حكم إيه؟ حرب الشعر في الإسلام. حكم حلق الشعر في الإسلام؟ آه. لا يعني هتسيب شعرك فين يعني يروح؟ لا يعني عايز أعرف الحكم الجاهز في حلقه يعني. يجوز حلق الشعر. ويجوز تقصير الشعر ولكن حلق زير صفر لغير حج أو عمرة أو علة يكره بس يعني عادي زي الزير. أنا بقول لك أقول الآن لا يعني ما بس أنا مش عايز يبقى كده يعني. يعني أنت تريد حلق الشعر صفر في غير حج عمرة أو حج ولا تريد إيه بالضبط فهمني؟ لا غير حج غير حج أنا أنت تحب تعلق شعرك على طول. آه صفر. يكره. وهذه من سيما الخوارج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيماهم التحليق. أما في الحج أو في العمرة فهذا ثابت. هناك حديث احلقه كله واتركه كله به علة ويرجع إلى حديث نهى النبي عن القزع. نعم.